والبيشنت بيست سوليبيليتي وبيست ابزوربشن، وانه البيشنت بيستفيد بكل الدوز. السكند يونيك كومبوننت معانا في الاكتيكولا ادفانس هو التيرميريك او الكركمين 700 ملي جرام اوف ذا تيرميريك، عليه كمان 0.25 ملي جرام اوف بيبرين فروم بلاك بيبر، كمان معانا 500 ملي جرام اوف فيتامين سي كهايلي افكتيف انتي اوكسيدنت. بداية يا دكاترة، ايه هو التيرميريك او الكركمين او نيو كومبوننت في الاكتيكولا ادفانس؟ التيرميريك هو perennial herbaceous plant and a member of the ginger family Zingiberaceae. الكركمين has anti-inflammatory and antioxidant effects. Third, ان الكركمين بينهبت الكوكس 2 enzyme production، كمان بيريديوز الانترلوكين 1 بيتا and prostaglandin E2 levels، كمان دي بينهبت البلازما ليفلز اوف انترلوكين 6 اند انترلوكين 8 اند ام ام بي 3 بلس، كمان انه الكركمين بينهبت ذا برودكشن اوف ذا انفلاماتوري سايتوكاينز زي التي ان اف الفا، اند بينهبت كمان النيوكلير فاكتور كابا بيتا اكتيفيشن. بلس كمان يا دكاتره ان الكركمين بياكت از بوتنت انتي السر كومباوند تو بروتكت النون سترويدال انديوسد جاستريك السر. ده جراف بكونكلود فيه مع حضراتكم او بسمع مع حضراتكم البنفيتس اللي اتكلمنا فيها عن الكركمين. الكركمين فيرست اوف اول هو ريجوليتور للارثرايتس سيجنالينج باس واي، الانفلاماتوري باس واي بتاع الاوستيو ارثرايتس. ارد معاك اولموست almost الكركمين دكاتره بيكونترول almost 8 inflammatory mediators. first of all هو بيكونترول كوكس 2 والبروستاجلاندلز and 5 لوكس، so it inhibit inflammation and swelling وبالتالي بيأكت as anti inflammatory and and analgesic. كمان طبعا بينهبت زي ما اتكلمنا السيتوكاين زي التي ان اف الفا والانترلوكين 1 بيتا والانترلوكين 6 والانترلوكين 8، فبالتالي هو بيأكت as anti-inflammatory and analgesic for relieving the joint pain. plus كمان هو بيأكت as anti-catabolic لأنه بينهبت الـ MMPs وكمان الـ ROS والنيتروك أوكسيد، بتدخل في الـ degradation بتاعة الـ cartilage وبتدخل في عملية الـ progression وبالتالي بيدلي الـ progression بتاع الـ osteoarthritis. فنقدر نسمرايز إنه الرول بتاع الكركمين هو كـ anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-catabolic and analgesic. Second component أو ال component بقى اللي هو ال bioavailability enhancer معانا هو البيبرين أو البلاك بيبر. البيبرين بداية يا دكاترة هو الكركمين هو حاجة في يعني في الأساس هي poor absorption، عشان increase ال absorption بتاعها هي معمولة بتكنيك معين بحيث إن إحنا نزود ال absorption بتاعها، إن إحنا ضايفين عليه هو أولاً هو lipid soluble فبالتالي لازم يكون موجود في volatile oil، فبالتالي إحنا بنأد عليه التورميرون أدد عليه كvolatile oil، so it increase ال absorption بتاعه 7 times higher than الكركمين alone. السكند كومبوننت عشان بنزود الابزوربشن بتاع الكركمين هو البيبرين اللي موجود في البلاك بيبر، ده بيأكت از بايو افيلابيلتي انهانسر وهو الميجر اكتف كومبوننت دكاتره بتاع البلاك بيبر. طبعا ده بينهانس السيرم كونسنتريشن والاكستنت اوف ابزوربشن اند بايو افيلابيلتي اوف كركمين باي 2000%. بلس كمان ان البيبرين كان effectively abrogate the interleukin 1 beta induced over expression of inflammatory mediators، فنقدر نقول يا دكاتره كمان ان البيبرين كان act as a potential agent in the treatment of osteoarthritis and a synergistic effect to the effect of curcumin. زي ما دايما متعودين مع حضراتكم ان احنا بنتكلم ب evidence based medicine، الحقيقه ان في a lot of studies اتكلمت عن الكركمين والكولاجين. حابه اشير مع حضراتكم كده وانا study في الميتنج النهارده، وكمان بعد كده هنبدا نشير بقيه الاستديز يعني one by one كده في الويكلي meetings بتاعنا. الفيرست study اللي حابه اكلم بيها حضراتكم النهارده هي الافيكاسي اند سيفتي اوف كركوما دوميستيكا اكستراكت كومبيرد ويز ايبوبروفين ان بيشنتس ويز ني اوستيوارثرايتس. الاستدي دي كانت مالتي سنتريك ستدي، كان الاوبجكتيف بتاع الاستدي دي يا دكاتره ان احنا بنديتيرمن ذا افيكاسي اند سيفتي اوف كركوما دوميستيكا اكستراكت ان بين ريدكشن اند فانكشنال امبروفمنت. الستادي ديزاين او الميثود اتعملت على 367 بيشنت عندهم primary knee osteoarthritis with a pain score of 5 or higher than 5.
طبعا كانت randomized control clinical trial، كانت مدتها 4 weeks. اتعملت او الاوتكمز دكاتره يعني ميجرد على الوومك سكور، زي ما متعلم من حضراتكم ان الوومك سكور طبعا بيميجر البين والستيفنس والفانكشن سكورز. كمان الادفيرس افكتس كانت بنريكورد، كانت الاستوديو بتريكورد الادفيرس افكتس الونج ذا ستادي. كانت الريزلتس بتاعت الاستوديو دي دكاتره انه ذا بيشنتس جلوبال اسسمنت اند ساتسفاكشن ات ويك 4 وازنت ديفرنت بين ذا تو جروبس، يعني ما كانش في سيجنيفيكانت ديفرنس بين التو جروبس بعد 4 ويكس. طبعا الاستوديو دي قاست الريزلتس والاوت كمز في ويك 0 اند ويك 2 اند ويك 4، فكان الريزلتس انه في ويك 4 انه البيشنتس ما حسوش باي سيجنيفيكانت ديفرنس بين الايبوبروفين اند ذا كركوما اكستراكت. So we come to conclusion that in the curcuma domestica extracts are non-inferior to epiprofen for the treatment of knee osteoarthritis with fewer command GIT adverse effects in the curcuma domestica extracts group. فده بيطمن حضراتكم انه البيشنت هيحس بامبروفمنت وهيحس بافكاسي وهيحس بين ريليفنج في خلال يعني 2 weeks من الاكتيكولا ادفانس. And finally حابة أسم up مع حضراتكم كده الـ benefits اللي اتكلمنا فيها عن الـ acticula advance. First of all إن الـ acticula advance is highly efficient to decrease the joint pain and stiffness and to improve a joint function. Second إن الـ acticula advance is an effective as ibuprofen for the management of knee osteoarthritis with less GIT adverse effects. بطمن حضراتكم برضو إنه الـ acticula advance is sugar free فبالتالي هو safe جدا للـ diabetic patients. And the last one إنه الأكتيكولا أدفانس has orange taste for better patient compliance، يعني مش هيبقى فيه complaint خالص من التيست والأودر. Finally الدوس بتاعتنا طبعا الدكاترة هو one sachet على كوباية مية، البيشنت بياخدها once daily فبالتالي هي compliant جدا لبيشنت يعني poly medicated مش مستحمل إن هو ياخد كذا يعني حاجة كذا كذا مرة في اليوم، بياخدها طبعا from 3 to 6 months. Thank you so much. I hope إنه الأكتيكولا أدفانس يكون لي chance مع حضراتكم الفترة اللي جاية ونبدأ ناخد feedback من حضراتكم عليه إن شاء الله. Thank you so much. ميرسي جدا لحضراتكم. شكرا دكتورة مريم. هنبدأ دلوقتي. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور علي الألفي، المحاضرة رقم 38 في سلسلة هذه المحاضرات. فليتفضل مشكورا. تفضل الدكتور علي. دكتور علي اعمل انميوت للميكروفون يا دكتور علي بعد اذنك. الو ايوه كده سامعينك كويس اتفضل. طيب بقول لحضرتك التوبيك اللي هنتكلم عليه النهارده الاستابلر فراكشن، وهنتكلم عن البيزك مش هندخل في ديتيلز كبيره عشان الموضوع كبير، فهنتكلم عن البيزك لعلنا نفيد اي حد ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك على يعني المجهود الضخم اللي حضرتك بتقوم بيه والله يا دكتور خالد، وبنشكر شركه ايفا الدكتور مينا والدكتوره مريهان، ونتعشم من الله ان احنا نكون قد المسؤوليه ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم عليها في الفراكشر استابلم هنتكلم عن الاناتومي. الاناتومي الاستابلم اتز ا كونكافيتي لاين ديب lying على lateral side أو lateral aspect of the hip bone and deforms the hip joint with the head of the femur. It is directed downward and forward. The margin is deficient downward to form what's called the acetabular notch. The floor of the acetabulum is partially articular as we see and partially non-articular forming what is called the cotyloid fossa. The acetabulum is formed from the component of the iliac of the hip bone, 2/5 من الإليوم و 2/5 من الإسكيوم و nearly 1/5 from the hips. This is a picture showing the component of the acetabulum. أنا بس عايز أنوه على شيء بسيط في الصورة دي.
ان احنا هنا تحت ال posterior obturator tubercle وال anterior tubercle دول اللي عاملين obturator canal ودول اللي بيمثلوا الراديولوجيكال لاند مارك اوف ذا تير دروب اللي احنا هنشوفها ليتر اون في الراديولوجي اوف ذا استم. الاناتومي تكمله ليه ات از فورمد الاستبلم عباره عن انكمبليت هيمسفيريكال سوكيت انفيرتد فورمينج انفيرتد هورس شو شيبد ارتيكولار سيرفيس اند نون ارتيكولار سيرفيس واتس كولد ذا كوتيلويد فوسا. الارتيكولار سيرفيس نفسه سبورتد باي تو كولمز اوف سترونج بون ده اكوردنج تو ذا ثيوري اوف كولمن اللي هو قالها جودي والوترنيل. الاثنين البوث كولم ار لينكد تو ذا ساكرام وذ ذا سياتيك باتراس ويتش از ذا سترونجست بون في البودي. الانتير كولم بيتكون من الالياك كريست والالياك سباين والانتير هاف اوف ذا استابلم والبيوبس. والبوستيريور كولم بيتكون من الاسكيام والاسكيال سباين والبوستيريور هاف اوف ذا استابلم اند دنس فورمينج او دنس بون فورمينج ذا سياتيك باتراس. هنا جزء مهم جدا اللي هو الروف اوف ذا استابلم which is mandatory to be intact and congruous with the femoral head to achieve good result of fixation of acetabular fraction. The dome or the roof of the acetabulum, it is the weight-bearing portion of the articular surface that supports the femoral head. Anatomical restoration of the dome is the goal of both operative and non-operative treatment. في some expression أو items بنسمعها كتير وفي ناس كتير مش عارفة يعني إيه quadrilateral plate أو quadrilateral surface. quadrilateral plate ده flat plate of bone lying on the lateral side أو lateral border of the true pelvis and forming أو just lies the medial border أو medial wall of the stomach. الإليوبكتينيال eminence ده prominence موجود على the anterior column of the stabulum in directly relation to the femoral head. ايه significance او احنا بنقول الجزئين دول ليه؟ لان الاثنين دول so thin يعني thin plate of bone should be avoided of fixation يعني ما نحطش في المكان ده خالص مسامير لان اي مسمار هيدخل intra articular. There is some anatomical structure which should يعني taken in mind during the operative intervention with acetabular fracture. اهم حاجه فيهم sciatic nerve which is vulnerable على طول لل injury either during trauma or during the surgery. superior gluteal artery and the nerve برضو والكورونا مورتس which is an abnormal anastomosis موجود بين ال inferior gastric artery وال obturator artery وده دايما بيحصل له injury during the anterior approach سواء كان الاليو انجوينال او الموديفايد ستوب ابروتش. سو اول حاجه نعملها ان احنا بنعمل ليجيشن للكورونا مورتس ده عشان لو حصل له بليدنج بيحصل له وذدرول وبيحصل فيتال او فيتال بليدنج. ايه الميكانيزم اوف انجري اوف استابلر فراكشن؟ زي ما احنا قلنا في الاول الاستابلم از ذا سترونجست بون في البودي. عشان يحصل لها كسر لازم تكون هاي انرجي تروما ايذر ار تي اي اور فول فروم هاي. اللي بيحدد نوع الكسر اللي هيحصل في الاستابلم ايه نوعه سواء انتير وول انتير كولم بوستير وول بوستير كولم اللي بيحددها ثلاث حاجات البوزيشن اوف ذا فيمورال هيد ات ذا تايم اوف انجري انسايد ذا استابلم اند ذا ماجنيتيود اوف فورس والايج اوف ذا بيشنت هل هو يانج بيشنت اور اوستيوبروتيك اولد بيشنت. لو الهيد اوف ذا فيمر في النيوترال بوزيشن وحصلت تروما بيحصل ترانسفيرس فراكشن. لو الهيد اوف ذا فيمر اكسترنالي روتيتد اند ابدكتد بتدينا انترنال انتيريور كولم انجري. لو العكس لو هي الهيد انترنالي روتيتد وابدكتد بيحصل بوستيريور كولم انجري. مع الابدكشن والابدكشن والروتيشن لو الهيب فليكسد معناها الكسر هيبقى في البوستير وول مور انفيريور. لو الهيب اكستندد الكسر هيحصل more anterior يعني ممكن ياخد الانتيريور كولم او الانتيريور وول. يبقى according to the position of the femoral head during the time of trauma الفراكشر لاين او الفراكشر باترن بيتحدد. لو الهيد في internal rotation بيحصل posterior column fracture. لو الهيد في external rotation بيحصل anterior column fracture. لو في abduction
بيحصل injury أو fracture في الدم لو في abduction fracture بيبقى low down fracture يبقى the inferior aspect of the dome. Clinical evaluation. Clinical evaluation is a very, very important item in the management of acetabular fracture. With the attention to ABCD, this is a first factor. لأن الكل بيبقى مشغول بإن هي فراكشر والدنيا عايزين نعمل وسايب ممكن يكون في associated injuries لأن التروما اللي تعمل كسر في الأستابلم أكيد هيكون معها another associated injuries. فwe must check for the neuromuscular states, airway, breathing, circulation, كل ده الفيرست وبعدين بندور على اللوكال assessment of the fracture أستابلم. نشوف النيوروفاسكولار اسيسمنت نيوروفاسكولار لازم نشك البوبليتيال والانتيروتيبيال والبوستيروتيبيال عشان اكسكلوجن اوف فيمورال ارتري انجري نشوف السياتيك نير نشوف البوزيشن اوف ذا ليم يعني بوزيشن اوف ذا ليم لو الهيد او لو الليم اكسترنال روتيتد ده ممكن يدينا امبريشن او انطباع ان الهيد دي انتيريو ديسلوكيتد لو الهيب انترن لو الليم انترنال روتيتد ممكن تبقى فيه بوستيريو ديسلوكيشن اي ديسلوكيشن هيبقى معاه لمبلنس ديسكريبنسي لازم نشوف الباول والبلادر عشان زي ما قلنا ان دي هاي فيلوسيتي انجري فبتبقى اسوشيتد وذ اذر انجريز ذا بريزنس اوف اسوشيتد ابسيلاترال انجري ماست بي رولد اوت سبيشلي ذا فراكشر فيمر واي كونتيوجن اي كونتيوجن شود تيكن ان مايند اي كونتيوجن للني بالذات لازم نعمل شكل الليجامنت الكورشيت ليجامنت The most common association is injury of the posterior cruciate injury في الاستابولار فراكشر especially if the patient if the trauma is applied to the knee while the knee is flexible. من clinical evaluation in most cases the patient of fractured acetabulum is sustained high energy زي ما تكلمنا the pattern of the acetabulum بيعتمد على the position of the head at the time of the impact contusion of the leg contusion of the knee is a red flag indicating possible hip injury. If the patient is awake and alert, the patient must complain of knee pain, being the first indication of an injury of the knee, patellar fracture, chondral injury, and the ligamentous injury. Complete examination of the musculoskeletal system is required, especially evaluation of the peripheral nerve. Local closed degloving injury should be inspected, like the moral level skin lesion. Sciatic nerve injury is a common, and this is for medico-legal importance to assess preoperatively to avoid complication. بعد كده حد يشتكيك ان انت عملت injury للsciatic nerve وهو preoperative او متعور اثناء trauma. Sciatic nerve injury is a common in a fracture of the posterior wall and posterior column and posterior dislocation due to displacement of the injury. It is often incomplete. Mostly البيرونيال ديفيشن هو اللي بيبقى affected. الجزء ده هنتكلم فيه كويس قوي. Isolated sensory defect and weakness or total loss of movement of individual muscle can occur according to the part of the nerve injuries. يعني ممكن يحصل isolated sensory defect weakness في muscle واحدة في جزء sensory أو dermatome بسيط according to the injury. Shorting of the entire limb indicate that the hip is dislocated. جينا للجزء المهم radiological evaluation. زي اي حاجه في الدنيا لازم نعمل بلين اكس راي وسي تي. بلين اكس راي اوف ذا بلفس انترو بوستيريور فيو والجودي فيو. جودي فيو اللي هو الياك اوبليك والاوبتيوريتور اوبليك فيو. الانترو بوستيريور فيو بناخد عندنا six radiological landmark كل واحدة منها بتقدر وأنا في الأنترو بوستيريور فيو أقول ده أنتيرو كولوم أو بوستيريور كولوم ده أنتيرو وول أو بوستيريور وول أو ده دوم فراكشن. نمرة واحد الإليوبيكتينيال لاين. الإليوبيكتينيال لاين is a radiological landmark for the anterior column injury. Anterior column of the acetabulum presented بالإليوبيكتينيال لاين. أي disruption في الإليوبيكتينيال لاين ده معناها disruption في الأنتيريور كولوم. الإليوسكيال لاين which starts from the greater sciatic notch down to the ischium ischiopubic junction the indicator of the posterior column
اي disruption في اي level فيه معناها انه fracture of the posterior column. This is the dome او the roof of the acetabulum. اي disruption في الروف معناها انه في fracture في الروف. دي anterior lip of the acetabulum اللي هي اليلو color. Anterior lip of the acetabulum او anterior rim. This is an indicator of the fracture of anterior wall. Any disruption فيها معناها ده anterior wall. البوستيريور ده البوستيريور وول في واتس كولد التير دروب. التير دروب which is a significance for the direction of displacement of the fracture. This is x-ray showing the iliopectineal line والiliopectineal line والراديولوجيكال لاندمارك اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ازاي بناخد الاوبليك فيوز بتاعت الاستابل؟ الاوبليك فيو الاوبتيوريتور اوبليك فيو الاوبتيوريتور اوبليك فيو. This is the patient internally rotated 45 degree على التيبل. Internal rotation of the affected side 45 degree on the table. This is gives clear view for the anterior column and the posterior wall. يبقى الobturator oblique view بيبين لنا the anterior column بالiliopectineal line زي ما احنا شايفينه كده والposterior lip of the acetabulum او posterior wall. العكسها اللي هي الإلياك أوبليك فيو. الإلياك أوبليك فيو بيكون في external rotation of the affected limb. External rotation of the affected limb. الليم بنفسها لفة 45 درجة. بتبين لنا الإليوسكيال لاين يعني البوستيريور كولم والأنتيريور ليب of the acetabulum يعني الأنتيريور وول. يبقى الأوبتيريتور فيو بيبين لنا الأنتيريور كولم والبوستيريور وول والإلياك فيو بيبين لنا البوستيريور كولم والأنتيريور وول. دي نفس الصورة بس على بون بتبين لك الأوبتيريتور فيو بين الأنتيريور كولم والبوستيريور وول. هم قالوا الأوبتيريتور فيو ده تعرفه من الأوبتيريتور رينج بتبقى أوفال شيب. يعني المريض لما بيلف انترنال روتيشن أوبتيريتور رينج بتبقى أوفال زي البيضة بالظبط. الإلياك فيو العكس بيبين لنا زي ما احنا شايفين البوستيريور كولم والانتيريور وول اوف ذا استم. اللاند مارك الاليوبكتينيال لاين قلنا هو بيبين او بيندكيت الانتيريور كولم. الاليوسكيال لاين البوستيريور كولم البوستيريور ليب اللي هي البوستيريور دي موجوده في البوستيريور كولم اند بوستيريور وول والانتيريور ليب في الانتيريور كولم اند انتيريور وول. الروف سوبيريور ارتيكولار سيرفيس التير دروب relationship of the column. الأوبليك أوبتيريتور بيبين البلف كريم اللي هي الأنتير كولم والبوستيريوم بوستير كولم والأوبتيريتور رينج والروف. والعكس الإلياك أوبليك فيو بيبين لنا برضو البوستير كولم والأنتير وول والسوبير روف of the acetabulum. السيتي سكان السيتي سكان with axial cut axial cut must be taken within 3 millimeter interval. يعني لازم الكاتس تبقى too close 3 ملي maximum interval. It gives us a true three-dimensional picture through the axial cut. CT scan gives the same information about a stabilar dome. لو أنا عملت CT scan في الأكسيال cut ولقيت حوالي 10 ملي من الروف of the acetabulum are intact, 10 ملي من الروف of the acetabulum are intact, the equal to ان الروف ارك ميجرمنت في البلين اكس راي 45 ديجري. ده معناها ان الويت بيرنج الويت بيرنج دوم او الويت بيرنج زون اوف ذا استابلم از انتاكت. معناها ان انا ممكن امشي المريض كونزيرف بلاش ان انا اتدخل فيه جراحيا طالما الويت بيرنج از انتاكت. يبقى لو انا عملت سي تي ولقيت ال 10 مللي اللي فوق اللي هم الدوم موجودين وانتاكت ما فيهمش ديسربشن ممكن امشي المريض كونزيرف. لو انا برضو ما عملتش سي تي وعملت بحسابات الروف ارك ميجرمنت لقيت 45 ديجري ده لاين ادا انديكيتور اوف جود بروجنوزس اند كان جو كونزيرفيتيف. سي تي سكان اورينتيشن الصوره دي مهمه عشان الشباب اللي هم على طول بنشوف السي تي. السي تي لو انا بصيت كده في الكسر ولقيت الفراكشر لاين ماشي كده اهو ده معناه كولم انفراكشن
either بقى anterior column, posterior column, both column, T-shape. المهم ان both column, اي column من دول column and fracture. لكن لو لقيت لي fracture line from anterior لposterior, لو لي fracture line من الanterior لposterior, ده either wall fracture or transverse fracture. Transverse هيكون واخد الاثنين. لكن wall fracture لو هو في الanterior wall هيبقى واخد الجزء ده بس, لو البوستيريور وول هياخد الجزء ده بس. هنعلق على الصوره دي في الهيلثي سايد. انا بديت اشوف الهيد اوف ذا فيمر, شادو اوف ذا هيد اوف ذا فيمر, معناها ان انا بقيت قريب قوي من الاستابلم. لو انا مشيت بالكاتس دي, خدت ثلاثه كاتس كمان ولقيت ان مفيش فراكشر لاين عامل ديسربشن في ثلاثه كاتس دي, معناها ان انا خدت 9 ملي, معناها ان الروف ارك ميجرمنت كويسه, ان البروجنوزيس في هذه الحاله بيكون كويس. Accurate classification of a stabler fracture is important for determining the proper surgical treatment. Although radiological examination provides essential information for a stabler classification, CT, including multiplanar reconstruction, is helpful in visualization of complex fracture. There are several classifications. أهم واحد وصراحة اللي أنا ماشي عليه بقالنا كتير قوي ومن يوم ما عرفت اللي هو لتورنيل أند جودي. تايل كلاسيفيكيشن والإي أو كلاسيفيكيشن كومبلكس شوية, فما بحبش أشغل نفسي بالموضوع. لتورنيل أند جودي قسم الفراكشر أستابلم جنرالي إلى إليمنتري وأسوشيتد. الإليمنتري زوز فراكشر ذات سيبريت اول اور بارت اوف ا سنجل كولوم, يعني انتير وول او انتير كولوم, بوستير وول او بوستير كولوم, معاهم حط عليهم لترانسفيرس فراكشر. يبقى الاليمنتري اللي هي بارت اور هول او سنجل كولوم على بعضه, يعني انتير كولوم او انتير وول, بوستير كولوم بوستير وول مع لترانسفيرس فراكشر. الاسوشيتد الاثنين مع بعض, الاسوشيتد اللي هي بتبقى مع بعض, يبقى الاليمنتري ايزر بوستير وول وبوستير كولوم, انتير وول اند انتير كولوم, والترانسفيرس فراكشر. This diagram shows what is called the anterior wall and anterior column. This is the anterior wall, anterior wall fraction. ده من الاوتر فيو اوف ذا هيب بون, ده الانر فيو اوف ذا هيب بون. This is anterior wall. Anterior column, this is the anterior column fracture. The anterior column fracture extending, طبعا مش كل ال anterior column fracture extending to the iliac crest 4. في sub classification لل anterior column fracture, في high اللي هو بيوصل لل iliac crest, في intermediate تلاقي ال fracture line ده بيدخل بين ال anterior superior iliac spine وال anterior inferior iliac spine, في ال low anterior column fracture بيكون تحت ال anterior inferior iliac spine. Anyhow, in wall fracture, there is no disruption of the obturator foramen. Obturator foramen intact. In column fracture, there is a disruption of the obturator foramen. The obturator foramen is disrupted at the SQ pubic junction. This is view of the anterior column from the outer side. This is view of the anterior column from the inner side of the iliac. The posterior wall is the same. Posterior wall fracture, part of the posterior column, part of the articular surface is fractured. برضو البوستير وول, احنا هنقول بوستير وول in general, لكن في sub classification البوستير وول كتير, small, high, extended, comminuted او one fragment, كل ده ممكن نحطه على the classification of the posterior wall. برضو البوستير وول, the obturator forum is intact. البوستير column is fracture extending from the greater sciatic notch down to the SQ pubic junction. طبعا مش بالصوره دي, اكيد في variation, ممكن يحصل variation للكسر, يطلع هنا الكسر low, الكسر high. هنا برضو الobturator foramen مش لازم عند ال SQ pubic junction, ممكن يبقى anterior وممكن يبقى posterior according to the direction of trauma. Transverse fracture, this is transverse fracture line. واخد ال both column أو separating the both column, the distal part of the both column in a single piece. الاثنين دول ماسكين في بعض بس الاثنين مكسورين و separated عن remaining part of the ilium. في طبعا a lot of classification of the transverse fracture
الدايركشن بتاعته. اهم حاجه من الكلاسيفيكيشن اوف ذا ترانسفيرس فراكشر هم بيقولوا في ثلاثه ترانستكتال. ترانستكتال يعني ذيس ترانسفيرس فراكشر لاين باثنج ثرو ذا ارتيكولار بارت اوف ذا دوم. الدوم او التكتم ذيس از ترانسفيرس فراكشر لاين باثنج ثرو ذا دوم. Juxtatectal, just between the articular surface and the cutiloid fossa. This is a juxtatectal. Infratectal, لما بينزل تحت بيبقى infratectal, ده below the articular surface. طبعا أخطرهم أو اللي مليان complication هو transtectal عشان ده ماشي في articular surface وفي weight bearing dome, فبيحصل early joint arthropathy. What is called associated fracture? Associated fracture, T-shaped, posterior column, posterior wall, transverse and posterior wall, anterior and posterior hemitransverse will both column fracture. T-shaped بيختلف عن transverse fracture إن في هناك vertical limb. ده transverse limb of the fracture وده vertical limb. Each column is separated from the other. يعني البوستير كولم لوحده والانتيرور كولم لوحده ودول سيبريتد. للترانسفيرس الاثنين اللي تحت الديستال بارت ار ستيل انتاكت ويز ايتش اذر, الاثنين بيتحركوا مع بعض, لكن ده ممكن يروح كده وده يحصل كده. التي شيب ديفراكشر في فيرتيكال لاين ده اللي بيفرقه عن الترانسفيرس فراكشر, وفي ديسربشن في الايه بيوبتيوريتور فورمين, وبرده الفيرتيكال لاين لا يعني مش لازم يكون في النص بين الترانسفيرس وال بين البوستير والانتيريور, ممكن ياخد اني دايركشن اني لاين. ده الترانسفيرس او تي شيب ديفراكشن, وده ديفيكالت في الريدكشن لان كل فراجمنت بتاخد الاتجاه اللي هي بتمشي فيه, وانا لو دخلت وعملت ريدكشن للبوستير كولم الانتيريور كولم بيكون في مكان تاني لازم اعمل له ريدكشن. في واتس كولد بوستير كولم اند بوستير وول. This is a posterior column fracture. Posterior column fracture associated with the posterior column. يبقى البوستيريور وول معاه posterior column. ده تاني نوع من الassociated type of the acetabular fracture. وطبعا عشان في column يبقى في disruption في الاسQ pubic junction او اسQ pubic ramus. في في transverse with the posterior wall. Transverse fracture بس خد معاه البوستيريور وول, وده نوع من الكسر full of complication لان التروما اللي تعمل transverse fracture بتبقى عنيفه جدا. طالما في posterior wall في possibility of dislocation, في possibility of vascular injury, في possibility of AVN later on, فده من الكسور اللي الباد بروجنوزس. Transverse with posterior wall. في what called anterior column and posterior hemitransverse. Anterior column and posterior hemitransverse. الانتيرير كولوم كامل فراكشر. Posterior hemitransverse يعني بدل ما يبقى ترانسفيرس خد البوستيريور كولوم لوحدي. ملاحظين ان في المكان ده في كل الكسور اللي احنا ذكرناها دي there is a still part of the articular surface of the acetabulum. There is still part of the articular surface of the acetabulum attached to the remaining bone to the axial skeleton. واصل السيكرم والاسكيلتون. This is still attached. عشان ده هيفرقنا التي شيب والانتيرور مع بوستيرور هيمي ترانسفيرس بنفرقهم من البوث كولمن فراكشر. And there is a still part of the articular surface of the acetabulum attached to the remaining part of the hip bone and connected to the ischium. This is the both column fracture. Both column, what is called floating acetabulum. Floating acetabulum, both column fracture. Add the fracture line of the anterior طالع لغاية الإليا كريست والposterior واصل greater sciatic ridge. لو احنا لاحظنا الميتنج اوف, البوينت اوف ميتنج اوف ذا posterior column مع الانتيرور column above the acetabulum. يعني كل الارتيكولار سيرفس بتاع الاستابلم نوت اتاشد تو ذا اكزيال سكيلت فلوتنج. دي كلها جزء عايم, جزء ملوش
connection بالسيكرم ولا بالاسكيم ولا السيكرم سوري والاكزيال سكيلت. يبقى اللي بيفرق البوث كولمن فراكشر ان the whole articular surface is detached from the axial skin. لو انا بصيت في التانية كده لسه ده في الانتيرو والبوستيريو ترانسفيرس جزء still attached to the axial skeleton. لو انا بصيت في T-shaped fracture, T-shaped fracture, there is a part of the acetabular articular surface still attached to the remaining part of the ilium and the axial skeleton. يبقى ده الحاجة الوحيدة اللي بتميزنا أو اللي بقدر أعمل بيها differentiation للبوث column إن الميتنج of the posterior column and the anterior column fracture line lying supra-acetabulum separating the whole articular surface of the acetabulum from the axial skeleton. This is a most complicated also fracture because displacement بيكون فيها wide, trauma بتكون فيها شديدة جدا والreduction صعب لكن من رحمة ربنا إنه في بيكون secondary congruity يعني هما البوث كولم displaced والاثنين في معظم الأحيان بيكونوا congruous with the femoral head فما بنحتاجش كتير ليهم fixation. التايل classification أنا ما بشوفوش هو عامله A B C D E anterior wall anterior column posterior wall posterior column transverse وال T shaped والبوث كولم. في الـ AO classification هنعديه وفي ناخد كل فراكشر لوحده. البوستيرو وول فراكشر ده الموست كومن ريبريزنت حوالي 27% اوف ذا هول فراكشر استاب. ان اذوليتد بوستيرو وول فراكشر داز نوت هاف ا كومبليت ترانسفيرس كومبوننت. ذا اليوبيكتينيال لاين لو انا بصيت طالما ترانسفيرس الاليوبيكتينيال لاين از نوت ديسربتد. هاويفر ممكن يحصل ديسربشن اوف ذا اليو اسكيال لاين حسب نوع البوستير وول فراكشر يعني مش كل البوستير وول جاست ارم. لو احنا خدنا السي تي كلاسيفيكيشن اوف ذا بوستير وول اكوردنج تو ذا ستابيليتي اقول لك من لو انت خدت البوستير وول من لغايه 25% من السايز اوف ذا بوستير كولوم ده ممكن نعتبره ستيبل فراكشر. من 25 ل 40% دي ترانزيانت زون. اكتر من 40% ده بنسميه unstable و should be fixed. اللي أكتر من 40% ده أحياناً بيعمل disruption للإليو إسكيال لاين. ده should أو can be diagnosed easily by the طب زي ما احنا قلنا posterior wall يبقى obturator oblique view بيبين لنا posterior wall والanterior column fracture. ده صورة بتبين لنا posterior wall. هناخد بالنا من الناحية اللي فيها fracture والناحية السليمة. الناحية السليمة the density of bone over the head of the femur is more prominent. ليه more prominent؟ واضحة كده قوي لأن في overlap بين ال anterior rim وال posterior rim أو ال anterior wall وال posterior wall. فلما الاثنين فوق بعض في ال anteroposterior view بيدونا الشكل الدنس ده لكن لما في الكسر الناحية اللي فيها injury الناحية اللي فيها كسر بلاقي الدنستي أقل. الدنستي أقل معناها ان واحده ثابت الثانيه الاثنين مش بقوا فوق بعض فبقت الدنسيتي اقل بالاضافه ان انا مشيت لو انا خدت الرم دي كده دي البوستيريور وول ريب هنا مش موجوده او فيها ديسربشن. زي ما قلنا ان البوستيريور وول فراكشر از مور بروميننت راديولوجيكالي باي ذا اوبتيوريتور اوبليك فيو. ذيس از اوبتيوريتور اوبليك فيو شوينج ذا انتيريور كولم او الاليوبيكتينيال لاين and posterior wall fraction. This fragment is the posterior wall fraction. لو انا عملت الاليك اوبليك فيو مش هيظهر فيه posterior wall fraction. انا هشوف الاشعه كويسه وما فيهاش اي حاجه لكن عشان اشوف البوستيريور وول فراكشر لازم اعمل الاوبتيوريتور اوبليك فيو. البوستيريور كولومن فراكشر زي ما شايفين في disruption from the greater sciatic notch buffing through the acetabulum and fracture the isquiopubic ramus. طبعا عامله injury للروف of the obturator canal والانفيريور. Posterior wall and posterior column fraction can be distinguished easily. يعني so easy ان انا افرق البوستيريور وول من البوستيريور كولم. البوستيريور وول زي ما قلنا الاوبتيوريتور رينج بتبقى intact ما فيهاش اي disruption خالص لكن البوستيريور كولم بيكون فيها disruption.
This is picture أو radiological عشان نشوف ال posterior column. This is anteroposterior view. This is the ilioischial. خلينا في السليم الأول. ال iliopectineal line ماشي intact. يبقى ال anterior column مفهوش injury. This is the iliopectineal line مفهوش حاجة. لو أنا بصيت على ال iliospinal line جه لغاية هنا عند ال greater sciatic notch وحصل disruption. يبقى في كسر في ال posterior column. حصل في كسر في البوستيريور كولوم. لو انا عملت الاوبتيوريتور اوبليك فيو ذا سيل ادي الايليوبكتينيال لاين انتكت والبوستيريور هنا مش مبينه لان الاوبتيوريتور ببين الانتيريور كولوم والبوستيريور. لو انا خدت بقى الايليك اوبليك فيو هنا شوينج وايد ديسبليسمنت اوف ذا ايليوسكيال لاين اند بوستيريور كولوم فراكشن يبقى الايليك اوبليك فيو هو اللي بيبين لي البوستيريور كولوم فراكشن. طبعا مع الـ يعني الليرنينج كيرف انت ممكن من الانترو بوستيريور فيو ممكن ما تحتاجش الاوبليك فيوز. What's called anterior wall and anterior column fracture. This is anterior wall fracture. The iliopectineal line is disturbed. The obturator ring is intact. الاليو الانتيرو كولوم فراكشر هنا الانتيرو كولوم وزي ما قلت في الاول الانتيرو كولوم ليه ثلاثه سب كلاسز اللي هو الهاي اللي وصل اليا كريست بين الانتيرو سوبيري والانتيرو انفيريور وداون تو ذا انتيرو انفيريور سباين اند اكستندنج ثروز استابلم وعامل ديسربشن للاوبتيوريتور فورامن والاس كيو بيوبك جنكشن. This is X-ray anteroposterior view showing that the iliopectineal line is intact, يبقى البوستيري كولوم ما فيهوش حاجه. الاليوبكتينيال لاين لو مشيت معاه في disruption فوق هنا يبقى في possibility of fracture of the anterior column. لو انا عملت الاوبتيريتور اوبليك فيو which is يعني more specific for anterior column هلاقي الاليوبكتينيال لاين disrupted زي ما احنا شايفين اهو يبقى ده anterior column fracture. نفس الكلام هنا ادي الاليا اوبليك فيو ادي الاليوسكيال لاين دهوت ما فيهوش ديسربشن ادي البوستير كولوم انتاك لغايه الجريتر سياتيك نوتش والانتيريور هو اللي ديسربت. This is another view showing the anterior column fracture extending to the iliac crest وفي كومنيوشن هنا كمان the same. What's called the transverse fracture? This fracture runs transversely through the acetabulum involving both the anterior and the posterior column, separating the iliac portion above and the pubic ischial bone below. A vertical split is two obturator foramen coexist in T-shaped fracture. يبقى اللي بيفرق لترانسفيرس من T-shaped, sorry, اللي بيفرق لترانسفيرس من T-shaped اللي هو ال vertical fracture limb اللي بيقسمها. وزي ما انا قلت قبل كده ان الترانسفيرس فراكشر بيتقسم الى جاكستاتيكتال او انفراتيكتال وجاكستاتيكتال وترانستيكتال which is the most serious لانه بيكون داخل جوه الارتيكولار سيرفيس اللي هو ده السيفيريتي بتاعته اكتر من الانفراتيكتال لان ده بعيد عن الويت بيرنج زون اوف ذا استم. واتس كولد ممكن نلاقي الصوره دي في اكس راي الروف الاصول ان هو روف زي دي سي شيبت. Any disruption like this بنسميها الجيل ساين. الجيل ساين دي معناها ان في marginal impaction of the acetabular roof. الهيد وهي بتخبط في الاستابلم خدت الارتيكولار سيرفيس بالسبكوندرال بون وعملت له impaction ودي باد بروجنوستيك ساين. اولا باد بروجنوستيك معناها ان الروف نفسه انجريد ومعناها ان انا عايز افتح وصلح المارجنال امباكشن وحط بون جرافت معناه ان في ديفيكولت انترفينشن. يبقى دي الجيل ساين عشان لما تعرف يعني ايه الجيل ساين هي تيز بريزنت امباكشن اوف ذا استابولار روف اند ات از ا بور بروجنوستيك ساين. بريزنت ديفيكولتس ان مينتينينج ذا ريدكشن اوف ذا فراجمنت ديسبليسمنت اوف ذا فراجمنت مي الاو سبلكسيشن اوف ذا فيمورال هيد اند ان كونجرس هيب جوينت. التي شيب ديفراكشن هو عباره عن ترانسفير vertical limb. T-shaped diffraction هو transverse زائد vertical limb. طبعا ال vertical component is best seen on the obturator oblique view.
T-shaped fracture is similar to both columnar fracture is that disrupts the obturator ring. Another similarity, in both the iliopectineal and the ilioischial line are both disrupted. However, the superior extension of the fracture does not involve the iliac wing, which allows differentiation from both columns. زي ما اتكلمنا قبل كده. Transverse and posterior wall, or transverse زائد comminuted posterior wall fracture. ده transverse fracture مع posterior wall. Obturator oblique view best demonstrates the position لأنه حيبين لي posterior wall fracture. Both columns are what's called the floating acetabulum. Both columns are separated from each other and from the axial skeleton, resulting in what's called the floating acetabulum. This is the most complex type of acetabular fracture. And in no portion of the acetabulum remains connected to the rest of the pelvis. This is X-ray showing both columnar fracture. As we see, in this X-ray, there is disruption in the iliopectineal line of the ilioischial line, and the fracture line extending above to the iliac crest. And this is called the spare side. It is a pathognomonic of both columnar fracture. Now, when I was sitting in the obturator oblique view, ولقيت لي spare sign دي معناها both column fracture بدون ما افكر both column fracture ودي سببها ان الهيد خدت البوث كولم ودخلت بيهم ميديالي والاوتر تيبل اوف ذا ايليوم او اوتر تيبل اوف ذا ايليك بون عملت السبير دي فدتنا السبير سايد ذا سبير سايد شوز اون ذا اوبتريتور اوبليك فيو باثوجنومونيك اوف ذا بوث كولم فراكشر المانجمنت اوف فراكشر استابل Management in general, either operative or non-operative. In non-operative, هناخد general statement, the quality of acetabular fracture reduction, acetabular fracture reduction. The reduction is the single most important factor in the long-term outcome of the patient. يعني أهم حاجة في الموضوع إن أنا أعمل reduction. Such surgery should be undertaken only by surgeon with a sufficient experience. يبقى أهم حاجة في الفراكشر استابلم إن أنا أعمل reduction. أنا لو قدام هتعرف إن إحنا أو هنعرف إن الإنديكيشن open reduction and internal fixation اللي هو displacement أكتر من 2 مللي من 2 ل 3 مللي displacement this is an indication of internal fixation. يبقى أنا الأصول I don't accept reduction وفي جاب اكتر من 3 مللي في displacement اكتر من 3 4 مللي يبقى ده معناها ان البروجنوزس هيبقى فيري باد الانيشال تريتمنت امتى اعمل emergency open reduction and internal fixation of the acetabular fracture emergency اول حاجه irreducible hip dislocation الهيب dislocated وانا بعمل closed reduction مش راضيه ترجع او بترجع وانستابل دي معناها ان في انترا ارتيكولار فراجمنت عامله مش مخليه الهيد ترجع في مكان او في اوبن فراكشر او في فاسكولار كومبرومايز انا كده داخل فهعمل طالما هشوف الفاسكولار انجري هشوف الاوبن فراكشر يبقى اعمل فيكسيشن ليست اند ذيس از ان ايمرجنسي اوبن ريدكشن اند انترنال فيكسيشن وورسينج نيورولوجيكال ديفيسيت يعني انا عشان كده قلنا في البري اوبراتيف لازم اعمل نيورولوجيكال اسيسمنت لو انا في البري اوبراتيف لقيت الساتيك نيرف انتاكت بعد ما عملت كلوزد ريدكشن لقيت الساتيك نيرف حصل له مشكله او حصل فيه انجري يبقى لازم افتح واعمل فريينج للساتيك نيرف يبقى انا ديورنج الريدكشن انا اللي ضغطت على الساتيك نيرف لو ان الساتيك نيرف في بارشال انجري بري اوبراتيف وبوست اوبراتيف لقيته هو بقى كومبليت انجري يبقى انا بعمل open reduction. This is are the indication of emergency. This is the only emergency indication for open reduction and internal fixation of stable fracture. بعد كده هنعرف ان timing of surgery is very important. ما فيش حاجة emergency في fracture stable غير ان انا اعمل reduction. لكن ك definitive surgery وصول ان انا بأخرها 3 الى 4 ايام في ناس بتشتغل بعد 5 الى 7 ايام. Normally closed reduction بعمل skeletal traction.
As a general rule, fractured acetabulum are articular surface, are articular fracture, so that they have be treated under the principle of anatomical reduction, stable internal fixation, and early mobilization. As any articular fracture, فما بالك بالاستبلم اللي هي شايلة الويت بيرينج كله, يبقى لازم أخضعها للarticular fracture, لازم أعمل anatomical reduction, stable internal fixation, and early mobilization. إمتى أعمل non-operative treatment؟ لو أنا عندي stable fracture, stable non-displaced fissure fracture, stable and minimally displaced, قلنا minimally يعني أقل من 2 إلى 3 ملي, ودي لازم أكون عاملها بالسي تي مش بالبلين إكس راي, لأن البلين إكس راي insensitive في موضوع degree of displacement أو الجاب. لو أنا عايز أمشيها كونزير يبقى أعمل سي تي عشان أشوف degree of displacement أو degree of displacement of the fracture. في selected displaced fracture, يعني أنا لو عندي very low fracture anterior column, very low fracture posterior column, أنا مش حتى even لو هو displaced طالما بعيد عن الويت bearing zone أنا ممكن أمشي كونزيرف. زي ما تحت كده low anterior low transverse fracture. لو low T-shaped fracture وبوث column with secondary congruity and wall fracture not compromising الهيب stability, زي ما اتكلمنا لو في posterior wall fracture أقل من 25% من السايز اوف ذا بوستيريو وول, وده طبعا بنحددها بالسي تي, انا ممكن امشيها كونزيرف, وممكن فور مور كونفرميشن ان انا بدخل المريض والديل واشوف الاستابيليتي اوف ذا هيب, لو هي ستيبل ومش ديسلوكيتابل او مش ديسلوكيتد يبقى بكمله في الكونزيرف تريتمنت. سيفير اوستيوبروتيك بيشنت او انفيت بيشنت فور سيرجري, سيفير اوستيوبروتيك انا بدخل ممكن احط الشرايح والمسامير وبعد شويه يحصل لها لوزنينج وادخل في مشكله ثانيه, او لو البيشنت عنده ميديكال كونديشن او ميديكال كومبرومايز ما اقدرش اعمل له عمليه. السوبيريور دوم اور روف اوف ذا استابلم, سوبيريور سيرد اوف ذا ويت بيرنج اريا اوف ذا استابلم, الاكزيال, ده الكلمتين اللي انا قلتهم لحضراتكم في الاول, ان الاكزيال سي تي سيكشن اوف ذا سوبيريور 10 ملم اوف ذا استابلر ارتيكولار سيرفيس ار ايكويفالنت equivalent to the weight-bearing dome region. Displacement of more than 9 milli of the superior dome is an indication of operative treatment. ايه هي الروف ارك ميجرمنت؟ عمالين نقول الروف ارك ميجرمنت ونشوف الروف ارك ميجرمنت. انا عندي انتروبوستيريور و الياك اوبليك فيو و اوبتيوريتور اوبليك فيو. في الانتروبوستيريور انا عندي بنطلع حاجه اسمها الميديال روف ارك. في الانتيريور في الاوبتيريتور اوبليك بطلع حاجه الانتيريور روف ارك, والالياك اوبليك فيو بطلع حاجه اسمها البوستيريور روف ارك. يعني ايه؟ انا باخد لاين نقطه في السنتر اوف ذا هيد بطلع منها لاين فيرتيكالي, لاين فيرتيكالي, ولاين من النقطه دي بمشيه في الفراكشر لاين. لو الانجل دي 45 او اكتر معناها ان انا عندي جزء كبير من الويت بيرنج زون انتكت, معناها ان انا ممكن امشي الكونزيرف. هو قال لك في الميديال روف ارك 45 والانتيريور روف ارك 45 والبوستيريور روف ارك 45, توتالي اجمالي 45 في كله, يبقى معناها ان انا عندي جود بروجنوزس حتى لو انا عملت الفيكسيشن ماهوش قوي او لو مشيت كونزيرف طالما الويت بيرنج زون از انتكت بمشيها. لاستلي في موديفيكيشن حيث ان البوستيريور زون او البوستيريور اريا اوف ذا استابلم هي الموست ويت بيرنج, فقال لك ان البوستيريور روف ارك لو هو 70 او 75 انا اكسبت الاوبتيريتور او الانتيريور روف ارك لو 20 الى 25 از ريجارد ان هو مش ويت بيرنج ومش لو سيجنيفيكانس اكتر. This is picture showing the roof arc measurement point from the center of the head vertical line and the line from this point to the fracture line. ده في الانتروبوستيريور وده بنسميها الميديال روف ارك. لو الزاويه دي 45 درجه معناها ان انا عندي جزء من الويت بيرنج من الدم كبير انتاكت. لو هي بقى ده متخيله حضرتك لو هي اكتر من 45 درجه يبقى الروف كله انتاكت, لكن لو هي الزاويه دي قلت معناها ان الفراكشر لاين باثنج ثرو ذا روف او باثنج ثرو ذا ويت بيرنج زون. نفس الكلام في الاوبتيريتور اوبليك فيو,
line from the center of the head vertical and the line through the fracture line. This is called the anterior roof arc. The obturator, the iliac oblique view, the posterior roof arc. لو الزاوية دي 45 ودي 45 ودي 45 معناها ان انا عندي good roof معناها ان انا good prognosis. Greater than 45 in all three radiographs معناها non-operative treatment. Recent criteria قال ان الميديال روف ارك 45 الانتيريور روف ارك 25 البوستيريور روف ارك 70 ديجري انا ممكن امشيها نون اوبراتيف تريتمنت. بري ريكويست في النون اوبراتيف تريتمنت اوف استابولار فراكشر ايه هي البري ريكويست في نون اوبراتيف تريتمنت في الاستابولار فراكشر انكلود بوث روف ارك ميجرمنت انتاكت اند كونجرس اوف ذا فيمورال هيد to the intact establum on the anteroposterior and degenerate view. ايه هو line of conserve؟ يعني انا هعمل ايه؟ bed rest, joint mobilization for symptomatic relief in acute phase, mobilization of the patient and hip joint should follow as soon as possible, begin with touchdown partial weight bearing of the affected extremity, anteroposterior oblique view every week for 4 weeks to confirm maintenance of satisfactory position by 6 to 12 weeks gradually progress to full weight bearing. النقطة دي الآخر نقطة المهمة إن هي prolonged traction should be considered only for those patients with operative indication. يعني المريض الأصول إن أنا أعمل له عملية الـ criteria of the fracture ده إن أنا هعمل له fixation لازم أعمل له fixation لكن المريض ده عنده حاجة تمنع إن أنا أتدخل جراحيا يبقى انا بعمل له كونزيرف بعمل له تراكشن بس لازم اطول قوي في التراكشن عشان يحصل هيلينج للفراكشن. في واتس كولد مور لافيل سكن ليجن ذيس از لوكالايزد اريا اوف سب كوتينيوس فات نكروزس اوفر ذا لاترال اسبيكت اوف ذا هيب كومن اسوشيتد وذ استابولار فراكشر ذيس از كومبليكيتد باي هاي ريت اوف انفكشن اب تو 12% دي لازم نعمل لها وند برايدمنت وباكينج وهيلينج وسكندري انتنشن او سكندري سوتشر. احنا ما نتدخلش في الحاله دي لو فيها مور لافيل لو هي انتربتد مع الابروتش بتاعنا او انا ممكن باي باس في مكان ثاني. This is a picture of مور لافيل skin lesion. If there is an associated precaution associated bladder injury, if there is an associated bladder injury, we should avoid suprapubic catheter. لأن أنا لو في bladder injury وحطيت suprapubic catheter والمريض ده عنده anterior column fracture أو both column fracture وعايز أفتحه ilioinguinal أو divide stop approach طالما في catheter مش هعرف أتدخل. Better to discuss with the urologist with both primary repair of the bladder and the fully catheter drainage, delaying surgery through the ilioinguinal approach may be performed after bladder rupture has sealed. Indication of operative treatment of a stabler fracture. اول حاجه ده سبليسد فراكشر من 2 الى 3 مللي اكتر من 2 الى 3 مللي. Inability to maintain congruent joint out of traction. يعني انا شديت المريض رجع سبت الشده حصل displacement تاني. لو في large posterior wall fragment زي ما قلنا removal of the interposition او interposed articular loose fragment لو في interarticular fragment او في large posterior wall يعني الهيب stability الهيب unstable لازم اعمل fracture dislocation that's reduced irreducible by closed method both column fracture اللي هي incongruent documented posterior instability less than 50 degree of the roof arc 24 او 45 degree of any of the roof arc measurement or fracture within the superior 10 millimeter of the weight bearing dome in the axial CT scan. زي ما قلنا كده لو في 10 millimeter of the weight bearing dome intact انا ممكن امشي المريض conservative. لو في اكتر من 45 degree في الروف arc measurement انا ممكن امشي المريض conservative. لكن لو اقل من 45 او لو حصل disruption في ال first 10 millimeter of the axial CT انا لازم اتدخل بالانترفنشن. التايمينج اوف سيرجري زي ما اتكلمت قبل كده موست اوسر ادفوكيت ويتنج فور 2 تو 3 دايز افتر انجري بيفور بيرفورمينج استابلر سيرجري تو الاو ذا بيشنت تو بي ادكوتلي ستابلايزد اند تو الاو
الـ pelvic bleeding to subside. Ideally, operative reduction and the internal fixation of acetabular fracture should be performed within 5 to 7 days of injury. Anatomical reduction becomes more difficult after that time. لو أنا دخلت بعد أسبوع بعد 10 أيام الـ anatomical reduction يكون صعب لأن الهيماتوما بيحصل لها organization والسوفت تيشو حصل لها contraction والصب sequent early callus formation hinders the process of fracture reduction. After the delay of more than 2 to 3 weeks an extensile exposure may be requested. أنا لو أنا تأخرت عن الجراحة من أكتر من 3 أسابيع النورمال ابروتشز دي مش هتكفيني انا عايز اكستنسايل ابروتش عشان اوبتين اديكويت ريدكشن طبعا الاوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن الام الامبلانت اللي بنستخدمها ريكونستراكشن بليت سواء كيرفد او ستريت سواء لوجد او عاديه كورتيكال سكرو شانز سكرو از فيري فيري مانداتوري بالذات لو انا عندي تي شيب ديفراكشر ترانسفيرس فراكشر كولومن فراكشر لما بحط شانز سكرو في الاسكيام to allow control for rotation and traction also will leg screw. Contraindication for surgery, أولا medical contraindication, soft tissue problem and open wound in the anticipated surgical approach ولو في systemic infection. هنتكلم shortly عن الابروتشز في anterior approach وفي بوستير جنرالي ابروتش البوستير كوخر لانجنبيك والاليونجوينال ودول صراحه اللي انا بقالي سنين كتير ما بستعملش غيرهم خالص الكوخر والاليونجوينال اكستندد اليو فيمورال از ا فيري هوريبل ابروتش حاجه يعني دي ديفاستيتنج لما تشوف الانسيشن والوونت احنا عملناه مرتين وحصل يعني افاسكولار نكروزس للالياك بون لان احنا قشرناها من جوه ومن بره فصلى لها افاسكول نكروزس وتراير ديت اكستندد ابروتش برضه ما عدناش بنعمله كتير الكوخر لانجنبيك ابروتش از نون اكستنسايل ابروتش تو ذا بوستيريور كولم بوستيريور استابلر كولم طبعا بوستيريور استابلر كولم يعني معناها البوستيريور وول معاها allows direct visualization of the dorsocranial part of the stabilum either through the fracture gap or after capsulotomy الانديكيشن بعمله طبعا في البوستيرو والبوستيرو كولوم وفي الترانسفيرس فراكشر وكومبايند فراكشر طيب ان ويتش بوستيرو كولوم اور وول نيدز لو انا عندي بوث كولوم فراكشر وهفتح بوستيرو اثبت البوستيرو كولوم واقلب المريض واعمل له الاليونجوينال واثبت الانتيرو الاليونجوينال ابروتش واز ديفلوب باي ايميل لوترنيل ايميل لوترنيل بيزد اون كادافيريك ديسكشن تو بروفايد انتيرو اكسس اوف ذا فراكشر استابلم It provides exposure of the inner aspect of the innominate bone for from the sacroiliac joint to the symphysis pubis. والابروتش ده جميل جدا وحلو هو هورب هو مخيف لكن بعد ما بنعمل dissection وحافظ على كل النيوروفاسكولار structure تبقى الدنيا كويس. الالينجوينال ابروتش بيدينا فيو لكل الجزء ده كله لحد الكوادريلاترال بليت من ال سيمفيس بيوبس والسوبيريور بيوبيك ريماس والإليام وممكن نوصل البوستيريور الجزء ده لو احنا عملنا ديسكشن للجلوتيال ماسل فروم ذا اوتر سيرفيس اوف ذا إليام طبعا الإليونجوينال ابروتش بنعمل فيه خلص ولا ايه؟ فور ويندوز اللاترال ويندو يبين لنا الإلياك بون الإلياك وينج ناخد فيه مع الإليوسوس والفيمورال نير لو عملنا لهم displacement laterally بندخل بين الاليوسوس والفيمورال نيرف مع الفيمورال باندل بيتورينا الاليوبكتينيال إيمينس والاليوبكتينيال لاين لو خدناهم مور laterally بيجيبونا السوبيريو بيوبيك ريماس هنا السبرماتيك كورد او الراوند ليجامنت ان فيميل لو خدناه ميديال بيجيب لنا لغايه الاذر سايد او الميد لاين اوف ذا بلف اكسبوجر از كومبليت lateral window اكسبوز ذا internal iliac fossa and sacroiliac joint بلف ريم الميدل ويندو بالبلفيك بريم والبكتينيال ايمينس الميديال ويندو سين هير تو بي كرييتد باي ترانسكتنج ذا ريكتس ابدومينس ماسل سبيرماتيك كورد او الراوند ليجمنت از ريتراكتد اند ذا سبيس اوف ريتزس والسوبيريور ريمس سيمفيس بيوبس ار فيشواليز في الموديفايد ستوب ابروتش ذا سيم انديكيشن
زيه زي الاليوجوينال but it gives us good access to the quadrilateral plate to buttress the comminuted medial wall. الريسك بتاعه هو الكورونا مورتس must be exposed and ligated in this approach as in the ilioinguinal approach. Nowadays, there is a percutaneous fixation of the columns of the stablum, ممكن بالanterior column screw, antegrade or retrograde, while posterior column screw, antegrade or retrograde from the ischial tuberosity. This picture shows the position of the patient during the columnar screw fixation. احنا هنا بنثبت البوستيريو كولم رافعين الهيب فليكس 90 والني فليكس 90 وبنبلبيت الاسكال تيبروستي وبندخل بالجايد واير وبعدين بندخل بالمسمار ذا سيم الانتيرو كولم نوت بندخل برضو عند الجلوتيال رافي 3 سنتيمتر نيرلي اباوت زي نيرلي اباف ذا استابلم وبندخل في الانتيرو كولم دخلنا بالجايد لاين و كملنا بالمسمار بتاعه. الاكستندد اليوفيمورال زي ما قلت لكم ما يعني من 20 سنه 25 سنه ما اتعملش لانه هوريبل. نعمل ديسكشن لكل الجلوتياي ماسل والانر والاوتر تيبل اوف ذا بيل اوف ذا هيب بون كلها بتبقى ديسكتد بنشفيها بالعربي كده. فالحالتين اللي عملناهم بعد ما عملناهم حصل اي في ان للاليافورم فبطلنا نعمل. الاكستندد اليوفيمورال في الترايرادييت ابروتش ده بيعتمد ان انا باخد لاين من الانتير سوبيريو اكسبان للجريتر تيبروستي والبوستير سوبيريو اكسبان للجريتر تيبروستي البوستير سوبيريو اكسبان للجريتر تروكانتر وفيرتيكال ليم وبعمل تروكانتريك اوستيوتومي وبقلب الجلوتياي لفوق وبالتالي بعمل سيمالتينيوس ريدكشن اند فيكسيشن اوف ذا انتيريور كولم اند بوستيريور كولم بات فيلد او فوز كومبليكيشن ممكن يحصل نون يونيون جريتر تروكانتر فراكشر وممكن يحصل الانجري للماسل دي ممكن يعمل لنا انفكشن و يعني كومبليكيشن كتير. تشويس اوف ابروتش لو انا عندي بوستيريور وول بعمل كوخر لانجم بوستير كولون بعمل كوخر لانجم انتيريور وول وانتيريور كولون من اليو انجوينال او ديفايس ستوبا الترانسفيرس فراكشر صراحه انا عن نفسي بعمله من البوستيريور وول ولو ان في بوليسي ان انا according to the degree of displacement يعني لو transverse fracture more displaced anterior انا بفتح ilioinguinal لو transverse fracture more displaced posteriorly انا بفتحه posterior approach associated fracture type لو انا عندي posterior column and wall هعمل كوخر لانج بيك anterior and posterior transverse ilioinguinal transverse the posterior wall هعمل posterior والاثوشيتد بوست كولم this is the mandatory for ilioinguinal approach. الاوتكم and complications of acetabular fracture المورتاليتي ريت mortality rate after acetabular fracture ranges from 0 to 2.5%. البوست تروماتيك ارثرايتس after يعني لازم نركز في الكلمتين دول يا جماعه عشان بس الناس اللي بتقول ان انتوا بتعملوا فراكشر استابلم او بعد كده هيحصل توتال هيب After perfect reduction, the rate of post-traumatic arthritis is 10.2% after the perfect reduction. And after imperfect reduction, it is about 35%. وده طبعا سببه الانيشال تروما والكوندرال انجري اللي بيحصل من الانيشال تروما والمريض اللي حصل له ديسلوكيشن واللي حصل له كوندرال ليشن الحاجات اللي هي undetected radiologically انا بعمل fixation fracture most fracture انا بعمل لها without opening the joint يعني انا ما بفتحش الارتيكولار كارتليج الا لو كان في marginal impaction وانا بعمل تصليح للمارجنال impaction لكن غير كده انا بعتمد في الريدكشن على الفراكشر جاب احيانا بعمل ارثروتومي بسيط عشان اشوف الليبرم او الايدج اوف ذا استابلم reduced ولا لا عشان كده after perfect reduction the rate of post operative post arthritis 10% لكن لو هي imperfect توصل 35 إلى 36%. Both column and the transverse and with posterior wall fracture have the worst result because of the imperfect reduction. Posterior wall fracture الناس اللي كلها بتقول ده posterior wall ده this is an innocent fracture. Also reduced nearly perfect in 98% من الحالات
البوست تروماتيك اوستيو ارثرايتس بتحصل في 17%، لانه برضو لو فكرنا ان البوستيرو وول فراكشر موست اوف ذا كيسز يعني حالات كتير جدا تبقى اسوشيتد ويز فراكشر ديسلوكيشن، وبرضو بيكون في كوندرال انجري، فبيحصل منها 17% من الحالات اللي انا عامل لها بيرفكت ريدكشن بيحصل لها ارثرايتس. البوست تروماتيك ارثرايتس ديسبايت anatomical reduction on the plain radiography is due to the lack of sensitivity of the plain radiography to detect small incongruity in the reduction. عشان كده some author like Borelli ده اتقال found in the CT هي most sensitive في ان انا اشوف the accuracy of reduction post operative. The AVN Littornell found that the AVN nearly about 7.5 after fracture with posterior dislocation. It can be occur within 2 years of injury in most patients. AVN, this is AVN of the posterior of the hip, of the head of the femur, sorry. This is the AVN of the head of the femur. Sometimes AVN occurs in the posterior wall fragment. AVN, بعد يعني من شهرين ثلاثة بندور ما بنلاقيش نعمل X-ray بنلاقيش الوول فراجمنت. Because it is caused by injury or by excessive site exposure. Fracture site, أنا عمال أقشر يعني عشان أجيب أعمل reduction للبوستير وول بشفيها من كل الصوف تشو، رغم إن هي كل الفاسكولاريتي بتاعتها بتعتمد على الانجري البوستيريور كابسول، يعني أنا لازم وأنا بعمل reduction للبوستير وول فراجمنت as long as I should preserve the soft tissue attachment just ان انا بعمل exposure للفراكشر ايدج بس عشان اشوف الاكيوريسي اوف ريدكشن، مش لازم اشيل كل البريوستيوم والسوفت تيشو اللي حواليه. الانفكشن ريت نيرلي اباوت من 1 to 5% ريسك فاكتور سوبرا بيوبيك كاستر مور ليفل والاوبيسيتي. It was found in الناس اللي اوبيس اللي البودي ماس اندكس بتاعه مور ذان 40 ان هم 5 times increased risk of infection than the usual person. عشان كده الناس الاوبيس الانفكشن ريت بتاعهم عالي. في سياتيك نيرف انجري في انيشال انجري فروم ذا تروما بيحصل في 10 الى 15% من الناس. As a result of surgery من 2 ل 6% وغالبا بيكونوا ثرو ذا كوخر لانج بيك ابروتش او لو انا عملت ترايراديت او اكستندد اليو فيمورال عشان الابروتش الثانيه ما بجيش ناحيه السياتيك نيرف. البيرونيال كومبوننت اوف ذا سياتيك نيرف واز مور اوفن انفولفد ذان ذا تيبيال كومبوننت. اند ذا تيبيال كومبوننت باد هاد جريتر تشانس اوف ريكفري، يعني حتى لما بيحصل للتيبيال كومبوننت الريكفري بتاعه اعلى من البيرونيال كومبوننت. كومبليت بيرونيال باراليسيس هاز هاد ذا وورست بروجنوسيس. الفانكشنال ريكفري اوف ذا سياتيك نيرف ممكن يحصل في 65% من البوبوليشن وممتد اكستندد ممكن لغايه 3 سنين يحصل ريكفري اوف ذا سياتيك نيرف. الاتش او او الهيتيروتوبيك سيفيكيشن ذيس از كومن ان 14 ل 50% اوف ذا بيشنت ويز نو بروفيلاكسيس. الكوخر لانجن بيك بيحصل في 25%، الاليوانجوينال قليل جدا، الاكستندد ابروتشز بيحصل فيها. There is a prophylactic measure, الاندوميساسين up till now, رغم ان احنا كنا بنستعمله في الستادي بتاعتنا اندوميساسين 25 واحد في ثلاثة لمدة 6 أسابيع. لسه في debate about the effectiveness of it in prevention of the teratopic ossification. Low dose radiation was found to be effective in many studies. Thromboembolic complication, risk of pulmonary embolism بيحصل من 2 ل 6%. DVT من 8 ل 61%. الفينوس دوبلر الترا ساوند اكزامينيشن may underestimate the presence of significant clot. يعني الدوبلر ما بنعتمدش عليه في السيجنيفيكانت في موضوع الدي في تي. ام ار اي فينوغرافي is more sensitive than venography in detecting clots within the intrapelvic vein and contralateral extremity. Prevention طبعا ممكن ان بتوع الفاسكولار بيعملوا انفيرو فينا كافا فلتر تو افويد سبريد اوف ذا بلوت. اليوز اوف سبكوتينيوس هيبرين از ويل از انترميتنت كومبريشن بوتس وايل بيشنت ار ويتنج سيرجري
pre-operative screening duplex Doppler scan in any patient. لو أي مريض اتأخر أكثر من أربعة أيام على إن أنا أعمل له عملية لازم أعمل له دوبلر سكان. Total hip arthroplasty. After fracture stabilized. في حالات اللي أنا ما أقدرش أعمل لها reduction أو out of repair comminuted fracture incongruous both columnar fracture it is better إن أنا أعمل لها primary total hip from the start أحسن من إن أنا أعمل استبلم واستنى لكن the primary total hip في fracture استبلم immediately طب في greater blood loss and transfusion required compared to total hip after degenerative ulcerus. It take home message fracture establishment is a challenging trauma. Proper clinical and radiological evaluation is mandatory. Proper approach selection is the key. The operative theater and the instrumentation are highly required. Traction for reduction is the cornerstone. أهم حاجة تعمل reduction للفراكشر استبلم is traction. Either longitudinal traction أو axial traction. Lab traction is the mandatory for reduction. Good assistant يساوي 50% of the success of the operation. حتى إن الليترنيل كاتب إن عين جراح تبقى في الجرح والعين التانية على الأسيستنت. لأن ممكن الأسيستنت بتاع حضرتك ممكن يرفع الهومن مرة واثنين وثلاثة ويغير مكانه يعمل انجري للسياتيك نيرف وانت شغال او السوبيريو جلوتيال بتلاقي الدنيا قلبت معاك حمار. Gentle soft tissue handling and muscle dissection to avoid infection. Please gentle soft tissue handling. مش هرب ده كل عضله بتقابلك بتشطها gentle handling to avoid infection. كل الحالات اللي شفناها كان فيها bad handling للمصل والsoft tissue حصل فيها infection. The learning curve فيشن دلوقتي الدنيا كويسة والناس بتعمل كل الفيكسيشن بيركوتينياس. Thank you for good. شكرا دكتور خالد. احنا متشكرين جدا دكتور علي على this يعني very informative lecture. يعني الحقيقة حضرتك قطيت الموضوع بشكل جميل جدا ويعني أنا شخصيا استفدت معلومات جميلة جدا من هذه المحاضرة. وده now the floor is open for questions. أنا شايف دكتور عبد السلام البدري يعني رفع إيده لو يحب يسأل سؤال يتفضل في الشات. أي سؤال نرحب به طبعا للأستاذ الدكتور علي الألفي وهو أحد أهم الخبراء في الفراكشر استابيلم. في أسئلة يا جماعة اللي عنده سؤال يتفضل. يا عبد السلام يا بدري لو عندك سؤال اتفضل. يمكن هو بيحكي خالد لو سمحت. هو بس كنا اتفضل يا حبيبي. هو كنا نفسنا بس الابروتش نفسه اللي الدكتور علي اتفضل بيه ان كان يبقى يعني بصور يعني يعني كنا نتمنى الموديفايد ستوب والحاجات دي كان ان ديتيل يعني دكتور خالد الابروتش نفسه الدكتور خالد يدينا ميعاد وانا اعمل محاضره للابروتشز بالصور والفيديو. تمام يا باشا متشكرين متشكرين. هو عموما برضو يا دكتور عبد السلام بدري طبعا يعني هو السكوب بتاع الاسيبل فراكشرز كبير جدا فكل الدكتور علي يعني ربنا يبارك فيه قدر يجمعه في الوقت ده ويدينا ويشكر يعني والله لا يا محاضره اكتر من رائعه والله يا دكتور خالد ويسعد دكتور علي هيوج اماونت بس طبعا استاذ الاستابلم يعني دكتور خالد بس يحدد لي ميعاد وانا اعمل محاضره عن الابروتشز اللي هي النيوز يعني فايرا ديتا ابروتش والحاجات دي اللي الستوب فايت توبا والليليو انجوينال والمخرج انا ممكن اعمل محاضره مخصوص بيهم بس ان شاء الله ان شاء الله. شكرا فيك شكرا العفو يا سلام. في اسئله ثانيه يا شباب مش حد عايز
هو ايوه طيب محمد الاحمدي بيقول محاضره جميله وممتعه، شكرا لك استاذنا الفاضل، هي فعلا الحقيقه محاضره ممتعه جدا وشيقه جدا. في برضو وائل شماخي برضو بيشكر الدكتور علي على المحاضره. واضح يا دكتور علي ان مفيش اسئله تاني النهارده. احنا بنشكرك جدا على هذه المحاضره القيمه الممتعه، وبنشكر جميع الزملاء الساده للحضور، والشكر موصول لشركه ايفا فارما على تواجدها معنا المستمر ودعمها لينا. وفي عندنا كمان دكتور محمد الشهومي، اظن الاسامي دي غالبا اسامي طلبه ليبيين ابنائنا اللي موجودين معانا. وفي الدكتور علي دياب برضه بعت رساله شكر. نشكركم جميعا ونحيي تحيه خاصه جميع الزملاء الحاضرين من داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه، ونلقاكم على خير ان شاء الله الثلاثاء القادم. وشكرا جزيلا تاني مره تانيه يا دكتور علي. تسلم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألف شكر يا سعادة الباشا. الله يسلمك، الله يخليك، أمان الله، مع السلامة.